السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الدارسين طلبة الشهادات المهنية، النهاردة هنشتغل مع بعض في موضوع مهم هو خطوات تحليل البيانات. عندي خطوات تحليل البيانات كذا خطوة. أولا تجهيز البيانات للتحليل، ومعنى كلمة تجهيز البيانات للتحليل بيبقى احنا عاوزين نعرف أو نعمل فيها بعض النقاط زي مراجعة البيانات، زي معالجة الأسئلة التي تركت دون إجابة، نشوف إزاي هنعمل الترميز، إزاي نعمل تصنيف، إزاي ندخل البيانات إلى الحاسب الآلي. ثانيا تحليل البيانات، إزاي هتعرف على البيانات وبعدين أعمل اختبار لجودة هذه البيانات، وتالت حاجة أختبر الفروض اللي أنا وضعتها في الدراسة بتاعتي. أول نقطة هنتكلم فيها اللي هي مراجعة البيانات. طبعا بنقول يفضل أن تراجع البيانات في اليوم الذي جمعت فيه لإمكانية الاتصال بمن جمعت منهم البيانات في حال ظهور حاجة لذلك. تاني حاجة بيفضل طبعا كتابة بيانات المراجعة بلون مختلف عن اللي كتبت فيه البيانات الأصلية، وبرضه يجب أن نحتفظ بنسخة أصلية من البيانات الأصلية عشان لو أنا عاوز أرجع ليها في أي وقت من الأوقات. رقم 2، ازاي هعالج الاسئله اللي تركت دون اجابه؟ طبعا قد لا يجيب المبحوثين عن كل اسئله الاستقصاء، يعني ممكن انا اوزع الاستقصاء الاقي في بعض الاسئله تم اجابتها وبعض الاسئله لم يتم اجابتها، لا اما لعدم فهم السؤال او لعدم معرفه الاجابه او لعدم الرغبه اساسا الاجابه على السؤال. طب لو ترك جزء كبير من الاستقصاء، يعني مثلا 25% او ربع الاستقصاء في اقصى، يعني هنعمل ايه؟ هيتم اسقاط هذا الاستقصاء كانه مش موجود. عشان كده دايما احنا بنقول لما اجي احدد حجم العينه وان انا هشتغل على عينه ولتكن مثلا 100 مفرده، يجب ان انا اوزع استمارات استقصاء اكبر من العدد ده، عشان وارد ان هيبقى في جزء من هذه الاستمارات هيبقى دون اجابه وهيتم اسقاطه مستقبلا. طب كمان من المفضل ذكر عدد الاستقصاءات الغير مفيده واللي تم التخلص منها طبعا في الريبورت النهائي او التقرير النهائي في الدراسه بتاعتك. اذا كان عدد الاسئله المطروقه طب قليل، يجب على الباحث اتخاذ قرار بشانها. طب هياخد قرار بشانها هيعمل ايه؟ طرق هنا معالجه الاسئله المطروقه. اول حاجه اعطاء اجابات لاجابات الخلايا اللي هو ما تجاوبش عليها القيمة المتوسطة في مقياس ليكارت، قلنا مقياس الخماسي، فهنديهم 3 من 5 من كأنها محايد. رقم 2، بنوجه الكمبيوتر لإهمال الإجابات الخالية وعدم احتسابها عند التحليل. يعني أنا عندي أوبشن إن أنا ممكن أقول له الحاجات اللي فاضية كأنها مش موجودة خالص عندك. رقم 3، إن أنا ممكن أستبدل القيمة بقيمة المتوسط الحسابي لإجابة أفراد العينة على كل متغير من تلك المتغيرات. يعني بنشوف الافراد العينه كلهم ايه الاجابات اللي كانت موجوده بتاعتهم، واحسب لها قيمه متوسطه، والقيمه المتوسطه او متوسط الحساب بتاع الاجابات دي هي دي هتبقى اجابه الاستمارات الخاليه على نفس النقطه اللي احنا بندرسها. رقم 4، استبدلها بالمتوسط الحسابي لاجابه صاحب الاستبيان نفسه على كل الاسئله تقيس هذا المتغير. يعني احنا عندنا كل متغير بيتم قياسه في الاستبيان بعدة أسئلة مش سؤال واحد، وهنشوف الأسئلة الأخرى اللي تم الإجابة عليها من صاحب الاستبيان نشوف إجاباته كانت يعني واخدة أني ترند، هل هو موافق بشدة أو موافق أو محايد أو غير موافق بشدة أو غير موافق، ونجي يحسب المتوسط الحسابي لإجابات أو لإجابة صاحب الاستبيان على كل الأسئلة اللي بتقيس نفس هذا المتغير. طب بعد كده الخطوة اللي بعديها احنا عاوزين نعمل ترميز. يعني ايه ترميز؟ يعني انا بعدي بدي رمز معين لكل متغير من متغيرات الاستبيان بتاعي حسب فئات كل متغير. طب رقم 5، عاوزين نعمل رقم 4 اسف، عاوزين نعمل تصنيف. طب يجب ان احنا نعمل خطة اولا لتصنيف المتغيرات. يعني ايه خطة لتصنيف المتغيرات؟ يعني اشوف فين هي المتغيرات المستقلة، ايه هي المتغيرات التابعة، واعمل تصنيف ليها. رقم 2، يجب ان انا اجمع المتغيرات اللي بتقيس ظاهره معينه قبل ما ادخلها على الكمبيوتر. برضو اخلي بالي جدا من تغيير اتجاهات بعض الاسئله التي تم صياغتها في صوره نفي،
اللي هي العبارات السلبية والعبارات الإيجابية. آخر خطوة طبعا في النهاية بدخل البيانات بتاعتي على الحاسب. طبعا دي النقطة اللي كنا بنتكلم فيها من شوية، اللي هي طريقة تصحيح الاستبيان. يعني إيه؟ يعني حضرتك ساعات أنت بتكتب العبارة أو الفقرة بتاعتك حاجة اسمها فقرة إيجابية، فهو لو الشخص إداك إجابة موافق جدا على الفقرة الإيجابية هتديله 5 نقاط، طب لو موافق يبقى 4، طب محايد يبقى 3، طب لو غير موافق يبقى 2، لو غير موافق جدا يبقى 1. طب نفس الفقرة لو أنا كتبتها بصياغة أخرى بنسميها صياغة سلبية، صيغة النفي، يعني هيبقى التدريج بتاعي ماشي إزاي؟ هيبقى لو هو موافق جدا هديله 1، لو موافق هيبقى 2، لو محايد يبقى 3، لو غير موافق يبقى 4، لو غير موافق جدا يبقى 5. طبعا ضبط الاستبيان بقى قبل التطبيق الفعلي. طبعا ضبط الاستبيان يعني ايه؟ ان حضرتك حطيت اسئله، انت عاوز تقيس او تشوف اداه قياس علميه بيعتمد عليها في جمع البيانات عشان نعمم النتائج دي ونعمل عمليه اسمها ضبط الاستبيان. يعني انا ممكن اعمل استبيان ويبقى الاسئله بتاعته ما بتقيس الحاجه اللي انا عاوز اقيسها اساسا. طب انا هعرف ازاي الكلام ده؟ طبعا هو الاستبيان لازم يتعمل اساسا عن طريق مجموعه من الخبراء اللي هم مختصين في مناهج البحث العلمي، وان هم بيعدوا استبيانات كتير، وكذلك المتخصصين في موضوع البحث. يعني حضرتك لازم تسال المختص، حضرتك لو بتعمل مثلا دراسه عن الاقتصاد لازم تسال المختصين في الاقتصاد، تعمل دراسه عن الصحه والمستشفيات لازم تسال الاطباء، وهكذا، عشان طبعا هم اكثر الناس متخصصين في الموضوع فيقدروا يقول لك لا والله انت ممكن تزود فقره معينه او سؤال معين، او تحذف سؤال ملوش اي لازمه، او تعدل في صياغه السؤال. بعد ما خلاص ظبطنا الاستبيان بنعمل تطبيق الاستبيان ده مش على عينه مره واحده، لا بعمل حاجه اسمها عينه استرشاديه او عينه استطلاعيه بالمجتمع، بتبقى من خارج عينه البحث نفسها عشان اشوف رد فعل الناس في العينه الاسترشاديه او الاستطلاعيه دي على الاستبيان بتاعي، ولو في اي مشاكل اقدر اعالجها قبل ما اوزع الاستبيان على عينه البحث المحدده. اخر حاجه بحسب معامل الثبات للاستبيان لاضافه او لحذف اي عبارة. طبعا احنا كده عملنا الخطوات بتاعت الاستبيان، عاوزين نشوف تطبيق الكلام ده بمثال تطبيقي، وده اللي هنشوفه ان شاء الله في المحاضره القادمه. ارجو ان حضراتكم تكونوا استفدتوا، وشكرا.